بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الوالي الكريم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه مع التسليم، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في هذه المحاضرة وفي التي سبقتها وددنا أن نحدثكم حديثا مقتضبا بعض الشيء عن بعض ما يهم المسلم في حياته ويومه، وبعض ما يفتح الأبواب نحو مزيد من التفكر والفهم لما يدور حولنا. في الزمان السابق كانوا يقولون خذ الفتوى أو خذ العلم الشرعي من عالم عامل. فهنالك فرق بين العالم العامل بعلمه وبين من ليس كذلك. والحقيقة أن كلمة علماء واسعة جدا، وكل متخصص هو عالم في مجاله، ولكن لأن الدين أشمل فأصبح إذا ما ذكر العلماء كان أمامهم علماء الفقه والدين، وذلك لأن هذا الدين متين فوقلوا فيه برفق. أقول في هذه السانحة، وهي خاتمة لمقدمات البحث عن ما يدور فيما حولنا أو العصر الذي نعيش فيه، الحقيقة أنه واجهت، قلنا في المرة الماضية كيف أن الحضارات تأثرت ببعضها البعض حتى أنتجت لنا ما نحن فيه الآن في المعمورة. عفوا. وكنت أقول دائما أن نتاج التقدم الذي نعيشه الآن ليس مختصا ببلد دون آخر، ولا بهوية دون أخرى، ولا بقطر دون آخر، وإنما أصبح ميراثا أو معرفة أسهم فيها كل البشر بشتى مستوياتهم وبمختلف انتماءاتهم ودولهم. فاليابان مثلا تلميذة أمريكا، وهي الحوار الغلب شيخه، وفي مجال التكنولوجيا بالذات. وأمريكا نفسها تلميذة بريطانيا، وهي أيضا تفوقت على بريطانيا. وألمانيا مارد صناعي كبير، وفرنسا من دول الغرب الآن أو أثرها الثقافي واسع جدا بما يعرف بالثورة الفرنسية التي أنشأت مبادئ سارت عليها المعمورة إلى حد كبير. ونحن في الثقافة الإسلامية والمعرفة الإسلامية أسهمنا قديما وأسهمنا حديثا، فلا يطأطئن أحدكم رأسه ليظن أننا كمسلمين لم نسهم في حضارة العالم ولم ندعم المعرفة في العالم. والحضارات الدنيا كلها قائمة على التداخل، وأهم ما في التداخل المعرفة، وأهم ما في المعرفة تناقلها واتساعها. والآن نحن نعيش في تناقل المعرفة واتساعها، والمسلم يجب أن يكون حريص على الحياة كما هو حريص على الآخرة. أحب أن أصحح مفهوم سائد، وهو أنه الآخرة حق والحياة باطلة. الحياة ليست باطلة، هذا مثل كان يتداول هنا في السودان، إنه الآخرة حق والحياة باطلة. ليس الأمر كذلك، بل هي الحياة مطالبين فيها، هو الذي خلقكم في الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم إعمارها. ولم تعمر الأرض بشيء مثل ما أنها تعمر بالعلم، فالعلم وحده هو ينشئ
الحضارة والثقافة والعبور. أود أن أتحدث في هذه الجزئية الأخيرة من هذه المحاضرة عن كيف أن الأفكار في العالم كله تبلورت نحو أن تسوق الدنيا المعمورة نحو 3 أو 4 أمور. عرفت عندنا في الإسلام من قبل، وعرفت عند الغرب بعد أن تناقلوا المعرفة كما ذكرت لكم بحقوق الإنسان. ولا أحب هذه الفكرة التي تتجه إلى أن هنالك مؤامرة دائما على المسلمين والإسلام. المسلم عليه أن يسعى في الدنيا، وعليه أن يجتهد في كسب المعرفة والعلم، وعليه أن يجتهد في كسب الرزق وما دون ذلك. ونحن أحق بأن نسعى في الدنيا بنهضتها من غيرنا. الحقيقة أن العالم الآن يتجه إلى بعد الحرب بين العالميتين في 1918 والحرب العالمية الثانية 1945، اتجه إلى تقسيم المعمورة إلى دويلات، وهذه الدويلات كيف تدار؟ تدار بمؤسسة عدلية ومؤسسة اقتصادية ومؤسسة ثقافية لها مسميات من بعد ذلك. المؤسسة العدلية تسمى مثلا الهيئة القضائية، المؤسسة التشريعية التي تنظم الحياة وغيرها تسمى البرلمان أو مجالس الشعب، المؤسسة التي تدير الثقافة مثلا في كل دولة وفي كل بلد تسمى منظمات المجتمع المدني ووزارة الثقافة ووزارة الإعلام وغير ذلك. فانتظم العالم كله شيء من ذلك على أن يدار هذا كله بمجلس أو رئاسة مجمع عليها، ثم تقسم المعمورة إلى دويلات أو إلى أقطار. وانتظمت الدنيا هذه الدويلات والأقطار مع أنها كانت شبه معروفة قديما، ولكن يقال إقليم كذا، إقليم إفريقيا، إقليم كذا، إقليم الأصفر كما ذكرت لكم في بادئ هذه المحاضرات. ثم من بعد ذلك أنشئت منظمة دولية لتجمع هذه الدول التي تفوق على 160 دولة في مؤسسة شبه برلمان ليحدد حقوق وواجبات هذه الدول. نحن في رأيي وفيما أراه وفيما أتفق به مع عدد من الذين قرأت له في هذه البحوث، أنه علينا أن ننتظم في هذه المؤسسات الدولية والمؤسسات القطرية ونبني نهضتنا، سواء تحدثنا عن السودان أو تحدثنا عن غيره من البلاد. فالنهضة تريد شيء من الاستقرار، الثقافة تريد شيء من الاستقرار، الوعي يريد شيء من الاستقرار، والاستقرار كله يخلق لنا الحضارة والثقافة التي نبحث عنها. ولا مانع أن نأخذ من كل شيء أحسنه، والعاقل يعني الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. هذه المؤسسات الآن، المؤسسات الدولية الآن، صحيح أنه في جهات بعينها أو دول كبرى التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية هيمنت على القرار فيما يعرف بحق الفيتو أو فيما يعرف بمجلس الأمن، هيمنت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن هيمنت على القرار، ولكن نستطيع بشيء من الصبر والتواصل وحسن الأداء أن نصل إلى أن نصبح واحدة من تلك الدول التي إذا حضرت تستشار وإذا غابت تفتقد. الأمل هو الذي يصنع الحياة، والحياة بلا أمل لا جدوى منها. هذه المنظمات، هذه المؤسسات الدولية، هذه المؤسسات القطرية كلها نتاج لبحث
ثقافي طويل ونتيجة لتلاقح حضاري طويل. وأنا عايز أقول دائما ألفت الانتباه إلى أن كلمة ثقافة كلمة خطيرة جدا، وكلمة ثقافة كلمة تغير الحياة، وكلمة ثقافة كلمة تقوم عليها الحياة أيضا. فالآن نحن نستمتع بمؤسسات أو نجد مؤسسات كاملة تخدم المجتمع، كل ذلك نتيجة للثقافة والحضارة السابقة وتعاركها أصبحت الحياة بشكلها الذي نحن عليه. في بعض المؤرخين ذكروا أن هذه نهاية الدنيا، لأنه التاريخ بينتهي عند هذه الحضارة التي نحن فيها الآن. نحن الآن نستطيع أن نتواصل مع أي فرد في أي مكان من أجزاء الأرض، بل أكثر من ذلك طبعا الناس اللي بيمشوا في مجالات الفضاء أصبح عندهم طموح أنه يعيشوا خارج الأرض ويفتشوا عن حياة خارج الأرض، والآن هذه تكلف ما تكلف من المبالغ الضخمة، ولكن قد يأتي يوم أن الناس تعيش خارج إطار الأرض. على أي حال، هذا السباق المحموم نحو التطور يعني أدى إلى أن أصبح العالم كله قرية صغيرة تدار من منزل أو تدار من غرفة أو تدار من موبايل، ولا حاجة يعني كل شيء الآن يتغير. لا حاجة لنا أن نؤسس مكاتب واسعة ودور وغير ذلك، فيمكن أن ولا 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 هوية، لأنه يمكن أن تكون موجود في أي مكان من الدنيا وتدير أعمالك الخاصة وأعمالك العامة وتابع أسرتك من خلال الموبايل. هذا تحول كبير، وأنا شخصيا لم أكن لأتصور قبل 20 سنة من الآن أن يمكن أن أحمل موبايل أو جوال أتصل بالتلفون من حيث شئت إلى حيث شئت، وما زلت أستعجب وما زلت أتذكر ذلك الجهاز الضخم الذي كان موجود في غرفة من غرف جامعة الخرطوم ويسمى كمبيوتر، تسمى غرفة الكمبيوتر. والآن الكمبيوتر أصبح موبايل، يعني حتى اللابتوب ومش كده والجهاز الكبير دي تغلص إلى أنه الموبايل ده تحمله فيحمل كل ما تريد ويدير لك أيضا كل ما تريد. زمان يعني هذا ينشئ تداخلا ثقافيا بيننا وبين غيرنا، نحن نحمل ما نحمل وهم يحملون ما يحملون، وتتداخل هذه المعاني. الحقيقة أنه في مرجع لهذه المحاضرة سأذكره لكم في نهاية الحديث، ولكن خطر بذهني أن أقول حقه إحنا دائما نفكر تفكير نقدي، وحقه دائما أننا نفكر ما نستفيد من هذه المدخلات التي دخلت علينا. يعني ما تستفيد من الموبايل، وما تستفيده من الواتساب، وما تستفيده من المحادثات رخيصة السبب على أجهزة النت، وما تستفيده من النت وغير ذلك. ما تستفيده لسنا على الإطلاق ضده، ولكن ماذا سأستفيد من هذا؟ مضيعة الوقت، مضيعة الوقت من أخطر ما يهدد شبابنا الآن، ومضيعة الوقت هذه طامة كبرى. إذا كان إحنا عايزين بثقافة الإسلامية يوم القيامة ستسأل عن شبابك فيما أفنيته، وإذا كان عايزين من منافع الدنيا وإنه الوقت الذي تهدره في لا جدوى، فأنت تقود به نفسك إلى اللا جدوى أيضا. والوقت الذي تضيعه
في اللامفيد أضعت يعني جهدك ووقتك الثمين وفتوتك وشبابك وقدرتك على تطور نفسك وتنتقل بمرحلة أخرى، أضعت كل هذا. وبعدين غالبا الناس ما يأتوا فيغنوا ظلموني. أرجو أن يعني أن لا يغني الشباب من بعد أضعوني وأي فتى أضعوا. ففكر بصورة نقدية يا أخي الطالب ويا ابني الطالب ويا أيها الرجل المستقبلي والقائد المستقبلي، فيما بين يديك كيف تستفيد منه. الحقيقة أنا حاب جدا أقول لطلابنا وطالباتنا العزيزات أن هنالك بعض المصطلحات التي تشكل الآن يعني تداول واسع جدا بين الناس، وهذه المصطلحات أنا بعتقد أنه الطالب الجامعي حقه يفكر بصورة جادة في البحث عنها، وأصبح البحث ميسور وسهل. لو سألناك إيه معنى فقه، يعني إيه فقه، ولو سألناك في فرق بين الفقه والشريعة، ولو سألناك في فرق بين الثقافة الإسلامية والشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والسلوك الإسلامي والدين الإسلامي وكده، ولا كلها حاجات مسميات لمعنى واحد. إذا حددت مصطلحك حددت المفهوم الذي تبحث عنه. هل القانون الموجود الآن يعني إيه علاقة القانون بالفقه وإيه علاقة الفقه بالقانون مثلا؟ لأن القوانين تنظم حياتنا كلها، المهندس بتحكم قوانين البناء، الطبيب تحكم لوائح وقوانين الطب، التاجر في السوق يحكم قانون المعاملات. فهل القوانين هذه ثمة فرق بينها وبين الفقه؟ وما هو القانون الذي علي أن أثقف نفسي به؟ يعني أثقف نفسي به يعني ألم بالأصول العامة لممنوعاته ومحظوراته والمتاح فيه. القانون بيسمح لي بكده، القانون ما بيسمح لي بكده، بصورة مجملة. في مصطلحات متداولة أيضا في مثلا في الشريعة الإسلامية عندنا أن إحنا البيع الآجل. إيه يعني بيع آجل؟ عندنا مثلا المصطلحات برضو حديثة في عندنا المشاركة والمضاربة والمرابحة وغير ذلك. ما معنى هذه المصطلحات؟ أنا أدعو كل الشباب إلى أن يبحثوا عن معاني هذه المصطلحات. في كلام كثير مثلا في هذه الأيام بمناسبة ما نعيشه الأيام هذه مثلا عن التضخم، الكساد، الناتج القومي، الدولار الجمركي، صادر، دولار الصادر، شهادة المنشأ، الأوتوقراط، التكنوقراط، الانتليجنسيا، الحرب الباردة، الاشتراكية، الحرية الفكرية، الديمقراطية، الرأسمالية وغير ذلك من هذه المسميات. لابد لك كطالب في مرحلة الجامعة أن تلم بعصرك. أنا ذكرت لك زمان أن الفقهاء العاملين خير من غير العاملين، وأود أن أربط ذلك بواقعنا الموجود الآن، وهو أنك يجب أن تدرك عصرك حتى تستطيع أن تنجح فيه. ومهمتنا في الثقافة الإسلامية هنا أن نساعدك على معرفة الثقافة الإسلامية أو معرفة أصول الثقافة الإسلامية ومقارنتها بغيرها. وأدعوك دائما إلى القراءة النقدية، القراءة الفاحصة فيما حولك. الله ورسوله أعلم، وأسأله حسن المآب، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.